أعزائي التلاميذ، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم سنتكلم عن درس التوتر الكهربائي لمستوى شدة مشترك. أولا سنعطي تعريف. أولا، ماذا نقصد بالجهد الكهربائي؟ إذا لاحظوا معايا هنا في هذه الدارة الكهربائية، الدارة الكهربائية طبيعة الحال دائما يوجد بها مولد، مربطي المولد بطبيعة الحال بول بوزيتيف بول نيجاتيف، ثم لدينا أمبير متر وموصل أومي كونديكتور أوميك. إذا دائما في دارة كهربائية التيار الكهربائي يمر في الدارة من القطب الموجب نحو القطب السالب. إذا لاحظوا معايا هنا أن التيار الكهربائي يمر من هذا من القطب الموجب، يمر من النقطة A يعني من هذا القطب الأول للموصل نحو القطب الآخر. إذا أقول أن الجهد الكهربائي الذي تتميز به النقطة A هو أكبر من الجهد الذي تتميز به النقطة B. إذا في هذا الموصل الأومي أن التيار الكهربائي يمر من النقطة من المربط A نحو المربط B، بينما تمر الإلكترونات فهي عكس. إذا الإلكترونات في هذا الموصل الأومي تمر الإلكترونات من الموصل B نحو الموصل A. إذا نقول أن المربط A، هذا المربط A، يتميز بجهد كهربائي أكبر من الجهد الكهربائي B، ونكتب أن VA أكبر من VB. إذن كل جهد نرمز له بالحرف V. V بالنسبة للنقطة A، يعني كل نقطة من هذه الدارة الكهربائية لها جهد. الجهد النقطة A أكبر من جهد النقطة B، لذلك سنعرف أن في هذه الحالة أن التيار الكهربائي سيمر من A نحو B في هذا الموصل الأومي، يعني من القطب A نحو القطب B. إذا نقول في هذه الحالة أكررها أن جهد النقطة A أكبر من جهد النقطة B. إذا ونقول إذا تتميز كل نقطة من دارة كهربائية بجهدها الخاص بها بطبيعة الحال، نرمز له بالفي ونعبر عنه بالفولت. إذا نعبر عنه بالفولت. إذا هذا هو تعريف الجهد الكهربائي. إذا مثلا لدي سلك في دارة كهربائية، مثلا لدي هذه النقطة وهذه النقطة. لاحظوا معي هذه النقطة، مثلا النقطة VC مثلا و VD، فهما في سلك عادي يعني سلك الربط، فلهما نفس الجهد. أقول في هذه الحالة مثلا هنا C هنا D أن VC تساوي VD، يعني لهما نفس الجهد. attention VP و VN مختلفي الجهد. لماذا؟ لأن هناك عنصر كهربائي، يعني ليمون إلكتريك، طبيعة الحال هو ثنائي قطب تحت المولد هو ثنائي قطب. إذا الاختلاف بين الجهد، هناك اختلاف بين VP و VN. أما في سلك عادي ف VC تساوي VD، يعني لهما نفس الجهد. ونقطتان يفصل بينهما جهاز مثلا الأمبير متر لهما نفس الجهد. مثلا هنا فقط هو جهاز كهربائي يقوم بحساب شدة التيار، مثلا هنا وهنا نقطتين، مثلا VN و VP لهما نفس الجهد. إذا النقطتان يفصل بينهما جهاز الأمبيرمتر لهما نفس الجهد، ونقطتان يفصل بينهما سلك فلزي لهما نفس الجهد. أما وهنا في هذه الحالة VP و VN هنا يفصل بينهما ثنائي قطب، إذا هناك اختلاف في
الجهد بين في بي و في ان، هناك اختلاف الجهد بين A و B، يعني في A يخالف في B. ثانيا فرق الجهد، اذا فرق الجهد، اذا فرق فهو فرق عبارة عن فرق ايضا، فهو بين نقطتين. اذا نسمي فرق الجهد بين A و B ب هذه العلاقة في A ناقص في B، يعني فرق، يعني فرق الجهدين بين هذه النقطتين في A موان في B. من طبيعة الحال في A موان في B في هذه الحالة تخالف صفر، في A في سي و في دي هنا من طبيعة الحال في هذه الحالة في سي ناقص في دي تساوي صفر، لأن فرق الجهد بينهما يساوي صفر. لماذا؟ لأن في سي تساوي في دي، يعني لهما نفس الجهد، إذا النقطتين لهما نفس الجهد، فالفرق بينهما، فرق الجهد بينهما يساوي صفر. إذن هذا ما نسميه، هذا مفهوم فرق الجهد، لأنه مهم جدا في هذا الدرس. ما معنى فرق الجهد؟ إذن تابعوا معي. بالنسبة ثالثا سنتكلم عن التوتر، طبيعة الحال التوتر الكهربائي. إذن نسمي التوتر بين نقطتين A و B منظارة كهربائية فرق الجهد بين هاتين النقطتين، نرمز له ب UAB أو UBA، بحيث UAB تساوي، وفرق الجهد بين A و B سي VA موان VB، دونك سي البوتنسيال دو A موان بوتنسيال دو B، و UBA تساوي VB موان VA. يعني هذا ما نسميه بالتوتر الكهربائي بين نقطتين A و B. يعني هذا كتعريف أو فامينو U A B، يعني راه في A موان في B، U B A سي في B موان في A. إذا وحدة التوتر في النظام العالمي للوحدات هي الفولت، هي الفولت نرمز لها ب V. طبيعة الحال للفولت، للفولت مضاعفات وأجزاء. من طبيعة الحال هناك الكيلو فولت، مثلا لدينا 1 كيلو فولت سي ميل فولت، جي لو ميلي ميلي فولت، 1 ميلي فولت سي 0 × 10⁻³، دونك سي 10⁻³ فولت. إلى لو ميكرو، ميكرو ميكروفولت سي 10⁻⁶ فولت. جي اوسي لو ميجا فولت، ميجا 1 ميجا سي 10⁻⁶، 1 مليون فولت. وحدات مضاعفات وأجزاء للفولت، ده مثله مثل الوحدات الأخرى، الكيلو ميلي اكسيتيرا. معي هنا يمثل يمثل التوتر بسهم. إذا التوتر UAB، لاحظوا معي التوتر UAB فهو سهم، إذا فهو عبارة، إذا نمثله بهذا السهم UAB، إذا السهم يكون في أول UAB، دونك السهم متجه إلى A. نفس الشيء هنا، السهم متجه إلى ب، إذا من 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 أ نحو ب، إذا U ب أ يمثل على هذا الشكل. إذا التوتر بين هاتين النقطتين U أ ب فهو من طبيعة الحال من ب نحو أ. لاحظوا معايا الكتابة هنا اصطلاحا بطبيعة الحال، دونك U أ ب يصطلح عليه أن نكتبه في هذا الشكل. دونك U A B السهم متجه نحو A، طبيعة الحال متجه نحو B هنا في هذه الحالة. نعقلوا عليهم من طبيعة الحال أن في التمثيل مهم جدا في التمارين. طبيعة الحال تكلمنا U A B سي V A موان V B، دونك سي V A
موان في بي، يعني فرق الجهد هنا، فرق الجهد سي في بي موان في ا. إذن فرق، إذن او بي ا في بي موان في ا، او ا بي سي في ا موان في بي. ويكون عندك بطبيعة الحال قيم هذا الجهد لكل نقطة، توجد التوتر يعني حسب الأسئلة من طبيعة الحال اللي تحتك والمعطيات من طبيعة الحال. طبيعة الحال لدي ملاحظة هنا ظاهرة للعيان، وأن لاحظوا معي أن U A B تساوي ناقص U B A. هذا لدك ناقص لهنايا، غنلقى مثلا في A مو في B فهما U A B فهو عكس U B A من طبيعة الحال، هذا الجهد. دونك سو U B A، U B A و U A B فهما مختلفان في المنحى، يعني متعاكسان في المنحى، إذن لهما منحيان متعاكسان. إذن نمر إلى التطبيق. لاحظوا معايا هذه الدارة الكهربائية، من طبيعة الحال نعتبر هذه الدارة الكهربائية الممثلة في هذا الشكل من طبيعة الحال. إذا سؤال، مثل التوترات U A B U D C U D A. إذا من خلال هذه الدارة ومن خلال التعريف الذي قمنا به الآن، التي درسناه الآن، إذا أريد تمثيل U A B. إذا قلنا السهم سيتجه إلى النقطة A، إذا من بنحو A، إذا يريد أن أمثله في هذا الشكل بسرعة تامة. مثلا هذا بطبيعة الحال U A B، هو U A B U D C U D C فوالا U D C فهو لدينا، إذن فهو سيتجه إلى النقطة D U D C، واضح. ثم U D A، على U D A تمثل هكذا، هذا إذن U باردون، هنا لدينا U D A العكس بطبيعة الحال، سيتجه نحو النقطة D. U D A وليس U A D. دونك U D A U C D يتجه نحو D، هنا يتجه أيضا نحو D. ثم السؤال قال لي أحسب، ثم أحسب هذه التوترات. إذا لاحظوا معايا U حسب الدرس أو حسب التعريف، U A B C V VA موان VB. شوفوا لي المعطيات، VB 3 فولت، VA 6. إذن تطبيق عددي، 6 ناقص 3 تساوي 3 فولت. إذن UABC 3 فولت، أوكي 3 فولت. UDA، UDA سي VD موان VA. لاحظوا معايا دي، لاحظوا معايا بين دي و A يوجد سلك من طبيعة الحال، إذن هنا في A و في دي يتساويان، ذكرناها في الأول من طبيعة الحال بينهما سلك، إذن مرتبطان بسلك فهما لهما نفس الجهد، إذن في A و في دي يتساويان، إذن ف U دي A تساوي صفر. إذا التوتر بين مربطي هذا السلك، فهو بين هذا المربطين A و D يساوي صفر. لماذا؟ لأنه بينهما فقط سلك، إذا لهما نفس الجهد. الآن U D C، U D C إذا U D A سي سي في D موان في C. في D تكلمنا عليها أنه هو في A، بطبيعة الحال هو 6 فولت. لاحظوا معايا أيضا النقطة سي والنقطة بي بينهما سلك من طبيعة الحال، فهما نقطتين من سلك، فإذا لهما نفس الجهد، إذا في سي تساوي في بي،
دل تساوي ناقص في بي، في بي عندي هي 3 فولت تساوي 3 فولت. إذا سأجد أن U دي سي تساوي U أبي، U دي سي تساوي U أبي. إذا أعزائي التلاميذ، الآن أنهينا هذا الجزء من هذا الدرس. إذا تابعونا في الحصة المقبلة إن شاء الله مع الجزء الثاني وقياس التوتر الكهربائي من طبيعة الحال وتطبيقات أخرى لفهم هذا الدرس جيدا. إذا دمتم سالمين وإلى الملتقى.